مؤيد؟ شو بقى؟ بشو بالك مشغول؟ مهند هون. وينه؟ هنيك واقف جنب علي عم يحكوا مع هادينك البنتين. شو اللي جابه يا الله؟ كان بيعرف انه رح نجي لهون؟ انا ما قلت له. كيف فات لك؟ مهند بدبر راسه. لا تنادي هلا، اتركه. لازم انزل شوف. لازم نقطع الجاتو مع رفيقتك، تعال. برافو. ليك مؤيد هون. مهند تعال طالع عنا. ليك شو عم بيساوي مؤيد هون؟ برافو. شوف على الحظ. هذا مين؟ هذا أخي. بالله؟ ايه والله. لك انا قلتولي جيتوا بالياخي؟ دبرنا حالنا. المهم خبرت لأبي هلا بتقلع عليه. لا ما خبرتها. يلا تعال. صحتكم. ماشي انا هلا بتصل. مو هي رفيقتك اللي عرفتني عليها اليوم؟ مهند بعرف انك انزعجت مني لاني كذبت على بانا. ما تواخذني، ما كان قصدي. معقول؟ اكيد ما رح تقلي اخي قتل واحد وقضى 4 سنين بالسجن واليوم بس طلع. مو هيك أخي؟ لا تزعج حالك، مو مستاهلة. مهند ما بدك نروح نشوف البنات؟ ماشي هلا. في عنا مركز تجميل وعناية بالبشرة، عم نشغله أنا وأمي سوا. حلو كتير. هلا بس عرفنا شو سر هالجمال. فعلا وإيديها لفتوا انتباهي كمان. طبعا نحن عنا قسم للعناية بالإيدين. حلو كتير. وأكيد قسم مميز. شو بنا دولي عم بيحاولوا إن يطبقوها لجميلة؟ إذا بدك تعالي قعدي معنا، ليكي هديك طاولتنا. لا يا زلمة شو هالحكي؟ هدول أبوها وأخوها لرفيقتي بانا، أنت غلطان؟ غلطان؟ إن شاء الله ما أكون غلطان. مهند دخيلك انتبه، هدول الجماعة بيهموني، لا تعملي مشكلة معهم. والله صديقتك كثير لذيذة، كنت عم فكر أسرقها منك. تعرفي خطيبتي وين بتكون؟ كانت واقفه. قليلي مبسوطه؟ مبسوطه كتير. انتبه، احمي وشك. احمي وشك. برافو عليك، برافو. لك اصمت، شو صار لك؟ معلم الدورية بعد نص ساعة عم تبرو. يلا يا شباب ساعة تعال ساعة تعال لشوف. لك لك شو ساويت؟ والله لحطه بدمك لهالبشكير. شو ما فيك إلا علي يعني؟ بقدر عليك وعلى غيرك. خليتني أخسر الرهن. أنا بفرجيك. شو يعني إذا ما كانت النتيجة على كيفك بتخرب اللعبة؟ لا ما رح اسمع لك هالمرة. بعد عني. أمان. لك أنت عم تتحداني ولا؟ عم تضحكني يا بلاك؟ قسما بالله بموتك. شو 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 عم تحكي؟ مثل ما سمعت. والله لولا إلا اللي حبت أكسرك راسك. انت بدك تكسر لي راسي بعد هيك؟ أرجيني مرجلتك. Duck.